السلام عليكم إخواني أخواتي، هذه هي أجمل واحدة من أجمل الإقامات الجامعية في الجزائر، وهي إقامة البنات أو السيدات في قسنطينة، إقامة عائشة أم المؤمنين اللي تم إعادة يعني تهيئتها وترميمها، وعندها تصميم عالمي. ونذكركم أنه كذلك هذه الإقامة الجامعية تقدمت مؤسسة ماريوت العالمية الأمريكية لضمها وتحويلها إلى فندق، لكن رفضت السلطات الجزائرية هذا الطلب من الشركة العالمية ماريوت لكثرة إعجابها بالشكل الهندسي أنت الجامعة هذه أو المركز الجامعي هذا اللي يقع بقسنطينة. نترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.